أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، نبدأها بأبرز العناوين. المخلاف يقول إن السعودية أكدت استمرار عاصفة الحزم حتى تعود السلطة في اليمن إلى الشرعية. الميليشيا تقصف قرى المضاربة في لحج وتهاجم مواقع الجيش والمقاومة في الضالع وتعز. العيد في الحديدة، تراجع ملحوظ في توافد الزوار إلى الشواطئ جراء انتشار عناصر الميليشيا. أهلا بكم. قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن ثقة الحكومة في المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ اهتزت بعد تقديمه مشروع خريطة طريق لم تلتزم بالمرجعية الثلاث للمشاورات. أضاف المخلافي في تصريحة صحفية أن خريطة الطريق التي عرضها ولد الشيخ استبقت نتائج المشاورات ولم يجري نقاشها مع وفد الحكومة، خصوصا أن بعض بنودها كانت قد طرحت في وقت سابق ورفضتها الحكومة. وقال المخلافي أن الحكومة لن تجازف بتنفيذ أي اتفاق ما لم تكن هناك خطوات لبناء الثقة تعتمد على وقف حقيقي لإطلاق النار وفك الحصار عن المدن. كما انتقد رئيس الوفد الحكومي عدم إيلاء المجتمع الدولي اهتماما لوجهة نظر الحكومة بإيجاد مرحلة لبناء الثقة تسبق الوصول إلى نتائج المشاورات. وفي سياق متصل، قال المخلافي إن السعودية أكدت استمرار عمليات عاصفة الحزم حتى تعود السلطة إلى اليمن إلى الشرعية. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تقترب كثيرا من العاصمة صنعاء، وأن كل المناطق المحيطة بها ستعلن في مدة وجيزة ولاءها للشرعية. أشار وزير الخارجية إلى قرب صدور توجيهات رئاسية للقوات المسلحة بتحرير صنعاء ما لم تنصع الميليشيا للحل السلمي. كل ما يجري على الأرض يشي بعودة الأمور إلى نقطة الصفر. وقائع التصعيد العسكري وتصريحات الساسة وحديث متزايد عن مواجهة كبرى تلوح في الأفق. ليس جديدا أن تطفو البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء على سطح أحداث الصراع الساخن والمتجدد والمتشعب بمختلف تداعياته وانعكاساته. فالمنطقة تحاصرها قوات الجيش الوطني منذ أشهر، وتتحدث الأنباء الراهنة عن تقدم قوات الجيش الوطني على أكثر من جبهة بعد صد هجمات عديدة للميليشيا خلال الساعات والأيام الماضية. ذكر أن قوات الجيش الوطني تتحرك من موقف الدفاع للهجوم. هل تنتصر المدافع على الجهود الدبلوماسية أم ستسبق خارطة الطريق الأممية خارطة الحل العسكري؟ وما هي الخيارات المطروحة أمام التحالف العربي في هذا التوقيت؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان اليمنيين وتبحث عن إجابة، لكنها تتعثر وتصطدم بتعقيدات الصراع وكواليس الجهود الدبلوماسية، بينما تجد في حديث الساسة ما يشي باقتراب أم المعارك فعلا. يقول رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تقترب بشكل كبير من العاصمة صنعاء، مشيرا إلى قرب صدور أمر أو قرار رئاسي للقوات المسلحة بتحرير العاصمة ما لم تنصاع الميليشيا للحل السلمي. تصريحات وزير الخارجية جاءت بعد حديث عن احتمال فشل المفاوضات، حيث قال الوزير إن ثقة الحكومة في المبعوث الأممي اهتزت بعد تقديمه مشروع خارطة طريق لم تلتزم بالمرجعيات الثلاث للمشاورات. لكنه أكد أن الحكومة لن تجازف بتنفيذ أي اتفاق قبل تنفيذ خطوات بناء الثقة تعتمد على وقف إطلاق النار وفك الحصار. إلى ذلك، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من استمرار إيران بإرسال شحنات أسلحة لليمن تم ضبطها من قبل البحرية الأمريكية في ساحل عمان. وقال مون إن الأمم المتحدة تتحقق من المعلومات التي زودتها بها أمريكا بهذا الخصوص، وستقدم تقريرها لمجلس الأمن في أقرب فرصة متاحة. وبحسب وكالة رويترز، فقد انتقد الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير قدمه لمجلس الأمن، انتقد قيام إيران باختيار صواريخ باليستية داعيا إياها للامتناع عن القيام بتلك التجارب، إذ أنها من المحتمل أن تضاعف التوتر في المنطقة. ميدانيا، أصيب مدنيان برصاص قناصة الميليشيا في قرية بني علي أعبوس في مديرية حيفان بتعز. وقالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن الميليشيا تمركزت في جبل الريامي وأطلقت الرصاص على رجلين، أحدهما يعمل راعيا للمواشي والآخر مختل عقلي، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.
إلى ذلك فجرت الميليشيا منزل المواطن محمد راوح في تبة المنشارة بحيفان بعد أن نهبت محتوياته. وفي مديرية حيفان أيضا أعدمت الميليشيا أسيرين من قوات الجيش والمقاومة في تعز. قال مصدر عسكري لقناة بلقيس إن الميليشيا أعدمت علي ناصر وعمار سعيد بعد أن أسرتهما في جبهة ظبي الأعبوس بالمديرية خلال المواجهات المندلعة منذ أيام، مضيفا أن الميليشيا منعت من انتشال جثتيهما حتى الآن. في سياق آخر، يحاول الأطفال في مدينة تعز الاحتفال بالعيد رغم معاناتهم المستمرة جراء الحصار والحرب. فبعد أن حولت الميليشيا حدائق المدينة إلى ثكنات عسكرية لعناصرها، تعمل مبادرة شبابية على إيجاد البدائل البسيطة وتوفير الأماكن المناسبة ليعيش أطفال المدينة فرحة العيد. مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل. يبتهج الأطفال فيبتهج معهم الكبار، ففرحة العيد وإن غلب عليها طابع الحرب واستمر الحصار. هنا في مدينة تعز تجدها بادية بين هؤلاء الصغار وفرحتهم. احنا جانا يعني نلعب مع الأطفال، احنا نشتي نمرح، احنا نشتي نمرح بالعيد. هذه المرة ما رحناش الحديقة، خلنا بنجي هنا. فعلوا ألعاب يعني عادلت في الحرب، عادي بنلعب هنا، بنلعب مكان على الحديقة عادي، كله سوا. يعني مثلا الحرب جا شمت بن احنا في عندنا احنا كل حاجة عادي، بنحصل لعب، بنحصل شرب، بنحصل أكل، بنحصل كل حاجة اللي بنحصلها. على الرغم من أن حدائق الألعاب التي يزورونها كل عام أغلبها إن لم تكن جميعها تقع تحت سطوة الميليشيات الإنقلابية التي حولتها إلى ثكنات عسكرية، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام المبادرات الشبابية التي ابتكرت بوسائلها الممكنة ما يمكن القول عنها مساحات أو حدائق بسيطة تساعد في خلق مساحة للعب وإضفاء الفرحة على نفوس الأطفال. قدر الاستطاعة أن نجد هذه الأماكن وأوجدنا هذه الألعاب التي ترونها اليوم في هذا المكان وفي هذا الفناء، في فناء هذه المدرسة، لأن ندخل البسمة على أطفالنا. تبدو أجواء الفرح من وسط المدينة المثخنة بالأوجاع هي كل ما يسعى إلى صناعته شباب تعز، حيث يحاولون بث الأمل بين المواطنين وإعادة روح الحياة المتمثل بالفرح والسرور. كلما حاولت الميليشيات سلب الحياة من ثنايا هذه المدينة، ابتكر شبابها العديد من الطرق والوسائل من أجل بقائها حية تنبض بالفرح. فالقصف والحصار لم يحول بين السعادة وأبناء تعز كما بدأ في أزقة وشوارع المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. إلى محافظة لحج، حيث شنت ميليشيا الحوثي قصفا عنيفا على قرى تابعة لمديرية المضاربة. وقالت مصادر محلية إن قرية النابية شهدت نزوحا جماعيا للأهالي جراء قصف الميليشيا المستمرة على منازلهم. إلى ذلك سيطرت الميليشيا على 3 مواقع في منطقة كهبوب غرب المديرية بعد نفاد الذخيرة على المقاومة في تلك المناطق. قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع قرى ومناطق سكنية بين محافظتي الضالع وإب. قال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون قرى الشرمنة السفلى ومنطقة الجميمة، كما قصفت قرية صياح في منطقة يابار بين إب والضالع. أضاف المراسل أن قوات الجيش والمقاومة تصدت لمحاولة تسلل للميليشيا في جبهة حمك بالعود غرب المحافظة. في محافظة الجوف اندلعت مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة وبين الميليشيا في عدد من المواقع. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تصدت لهجمات الميليشيا في منطقة حام بمديرية الغيل غربي المحافظة. إلى ذلك شنت طائرات التحالف غارات عدة على مواقع الميليشيا. فن ورقص ومقاومة، هكذا هي مشاهد يوميات العيد لدى أفراد الجيش الوطني في محافظة الجوف. أفضل عيد في حياتي لأنني بيشارك الأبطال في جبهات القتال وهم كما ترونهم. بالأمس
بالأمس الحوثة والعفاشين يهاجمون هذا الموقع والموقع الذي شرقه على أساس يحتلونه، لكن الأبطال وهم صائمين طردوهم وطردوهم إلى خلف الجبال الذي ترونها. وعلى عكس توقعات الميليشيا، استطاعت قوات الجيش أن تحكم السيطرة على مناطق شاسعة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا خلال اليومين الأخيرين. طيران التحالف كان حاضراً حيث شن عدة غارات بالقرب من معسكر حام الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما أمكن أفراد الجيش من التقدم. وبحسب مراسل قناة بلقيس، لم يعد يفصل بين أماكن تمركز الجيش والمقاومة وبين بوابة معسكر حام الاستراتيجي سوى كيلومتر واحد، فيما يعتبر مراقبون عسكريون أن الاقتراب من معسكر حام والسيطرة عليه يعني تحرير باقي مديريات المحافظة تباعاً، وفي مقدمتها مديرية الزاهر المعقل الجماعي للميليشيا. تتواصل سيطرة الجيش على مناطق عديدة في محافظة الجوف، ويتواصل معها حشد الميليشيا للحفاظ على ما أمكن من أماكن تمركزها. ليبقى السؤال الأهم في هذا المكان، لمن ستحسم معارك الميدان؟ قال مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات عسكرية للحوثيين في محافظة حجة. ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله إن الطائرات شنت نحو 8 غارات جوية على تعزيزات للميليشيا قادمة من منطقتي عبس وخيران بحجة، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل دون أن تشير إلى نوع هذه التعزيزات وحجمها. ولفت المصدر إلى أن الحوثيين يدفعون منذ نحو أسبوعين بتعزيزات كبيرة إلى جبهتي حرض وميدي على الحدود مع السعودية، رغم توقيعهم على اتفاق استمرار الهدنة. أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على اختطاف 4 مواطنين من أبناء مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. أفادت مصادر محلية لقناة بلقيس أن الميليشيا اختطفت المواطنين عبد العزيز الحميقاني ومسود الحميقاني وحسين باعش وأحمد الدباني، واقتادتهم إلى معتقلاتها. إلى ذلك نجا المواطن محمد القشة من رصاص قناصة الميليشيا التي استهدفته أثناء ذهابه لأداء الصلاة في قرية غول الصقل بمديرية الزاهر. على العكس مما كانت عليه في السنوات السابقة، تشهد منتزهات مدينة الحديدة تراجعا ملحوظا في توافد الزوار عليها أيام عيد الفطر هذا العام، ويشكو الأهالي من انتشار عناصر من ميليشيا الحوثي على طول الشريط الساحلي، مما يدفعهم للبحث عن أماكن أخرى للتنزه. التقرير التالي والتفاصيل. لا تبدو متنزهات الحديدة ولا شواطئها بخير، لم تعد زاخرة بالزوار وجاذبة لهم كما عرفت طيلة عقود، حيث كانت وجهتهم السياحية ليس لأبناء المحافظة فقط، ولكن للزوار من أغلب محافظات الجمهورية. من الأزمة ذي الناس ما يجوش، ما في الشغل، بترول غالي من الحروبات ذي، حتى الساحل ما في زي من كل عيد يقول لا زي من الآن الساحل مزدحم. تشهد الحديدة تراجعا كبيرا في الخدمات وتدهورا على مختلف المستويات، خصوصا مع سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على المحافظة ومحاولة إخضاعها وانتشارها على طول هذا الساحل بين وقت وآخر، ما يتسبب بمضايقة الزوار، وهو ما يدفع المواطنين للبحث عن أماكن أخرى أكثر هدوءا يقضون فيها إجازة عيد الفطر. الأوضاع زفتة، يوم لك ويوم عليك، ما فيش عمل، يوم تجلس يوم لا ويوم كذا ويوم كذا. على الرغم من كل ذلك، إلا أن البعض وجد في هذه الفرصة متسعا لقضاء أوقات بهذه الشواطئ وبأبسط الأدوات وبحدود الخدمات المتوفرة، في مشهد يعكس الشغف الذي يمنحه البحر للصغار قبل الكبار. هنا في الساحل الغربي للبلاد، حيث تستلقي مدينة الحديدة على شاطئ البحر الأحمر، مفتقرة إلى أبسط الخدمات ومقومات العيش الكريم كمدينة ساحلية تفتقر إلى الكهرباء التي غابت عنها منذ عام، وهو ما يدفع البعض إلى قضاء أوقات العيد هنا. فالكثير من الناس يمضي الساعات هربا من شدة الطقس الحار، ما يجعل من هذا الصيف في الحديدة موسم الهجرة إلى البحر. قالت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي إن الحريق الذي اندلع أمس الخميس
كان في إحدى المقطورات خارج منشأة شركة صافر بمأرب وتمت السيطرة عليه. وقالت الشركة في بيان إن المقطورة كانت متوقفة في خارج محطة التعبئة وخارج منشأة شركة صافر وقت حدوث الحريق. أضاف البيان أن رجال السلامة في الشركة توجهوا على الفور إلى موقع واستطاعوا السيطرة على الحريق وتفادي انتشاره إلى المقطورات الأخرى التي كانت في الموقف وإخماده بشكل نهائي. وأشار البيان إلى أنه نتج عن ذلك إصابة 6 من موظفي شركة صافر و3 من سائقي المقطورات بحروق. في عدن حل عيد الفطر هذا العام بذكرى حزينة لعشرات الأسر التي فقدت أبنائها جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع إبان اجتياحها للمحافظة قبل عام. مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل. يأتي العيد وبيوت كثيرة في عدن تفتقد أحباء فيها غيبتهم الحرب ونغصت كل مناسبة تتجمع فيها الأسرة إذ تذكرها بفقيد كان بينهم ذات يوم. أم الشهيد أحمد الحسني مر عليها هذا العيد كسابقه مفتقدة ابنها الشاب ذي 20 عاما الذي اغتيل برصاص قناصة أردته في الوقت الذي كان يسعف الجرحى. رح يسعف واحد رجع وسعف التالي للنقيب كان السعفة الأخيرة وطلقوا منه. حتى المرضى كانت تصيح تقول الحين كان دا يسعف معي الحين كان دا. الحزن هنا يصيب قلوب الأمهات أولا ثم يأتي الأبناء يكسوهم اليتم فوق ملابس العيد. وفي هذا المنزل حالة الفقد معقدة قليلا إذ لا يعرف مصير سامي شرف والد هؤلاء الأطفال. بس ما ناقصنا إلا سامي مهلوش ضاع 13/8 راح قبها ما عاد قاعش للآن مفقود. بعد أبوه من بعد توفى هو حسرة عليه كان يشتغل بتكسين صرف على جواله لما دحين فقدناه. نحن نفتخر إن كان ما تقولوا لنا وإن كان عايش يقولوا لنا سجين. تضاربت إفادات جهات في ميليشيا الإنقلابيين حول مصير سامي وحالته، لذلك يعد مخفيا تتعلق قلوب أهله بين الرجاء واليأس. خلفت هذه الحرب شهداء مدنيين أو مقاومين اضطرتهم الحرب لحمل السلاح. ففي أقصى الضواحي الغربية لعدن في منطقة فقم كان أسامة سهيم موظفا في مصافي عدن ولم يعلم أن أطفاله 3 سيقضون العيد دونه بعد استشهاده في إحدى الجبهات. مسؤول على النقاط اللي في الجبال اللي في السواحل كان حتى لما يشيط طلبوا تعزيز كان يقيل القرية من بيروا معه كان يحرق 10 قال لهم سألكم بالله رجعوني رجع حتى بوس هذا ومشى. سبحان الله كأنه حاسس انه بيموت. سبحان الله مات بهذه الليلة. 3000 شهيد في محافظة عدن هي آخر إحصائية من قبل الجهات الرسمية وتعد أسرهم وأطفالهم تحديدا شريحة تستحق الالتفات. في الأعياد والمناسبات يكونون أكثر حاجة للالتفات والمواساة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. عززت قوات الجيش من إجراءاتها الأمنية في مدينة مكلا عاصمة محافظة حضرموت. قال مراسل بلقيس إن قوات الجيش والأمن بدأت بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المدينة خلال أيام عيد الفطر. تفاصيل أكثر في سياق تقرير مراسلنا محمد اليزيدي. إجراءات أمنية مشددة بدأت السلطات في حضرموت تنفيذها منذ صبيحة أولى أيام عيد الفطر. قالت إنها تأتي ضمن الخطة الأمنية لتأمين المكلا وبقية مدن الساحل خلال فترة العيد من أي عمليات تهدد الأمن والسكينة العامة. الجيش وقوات النخبة الحضرمية أشارت ومنذ ساعات الصباح الأولى عمليات انتشارها في الشوارع ونقاط التفتيش، فيما محافظ المحافظة اللواء أحمد بن بريك كان قد أصدر قرارا يقضي بمنع أداء صلاة العيد في المصليات والمساحات العامة وانحصار إقامتها على الجوامع والمساجد التي شهدت هي الأخرى عمليات تفتيش دقيق للمصلي. أفراد الجيش النخبة الحضرمي متواجدين في الشوارع وفي النقاط لتفتيش المركبات والهويات للمحافظة على الأمن واستقرار البلاد. خطباء صلاة العيد في مساجد المكلا شنوا هجوما على ما أسموه بالجماعات المتطرفة التي تنتهج من القلو والتطرف منهجا وتنفذ عملية تفجير
تستهدف الجنود والمدنيين منددين بالتفجيرات التي شهدتها المكلا مؤخرا، وراح ضحيتها نحو 50 جنديا وإصابة العشرات. كما حصل من كلمة النكراء في شهر رمضان الفضيل قتل ما يقارب 50 من جنودنا البواسل بدم بارد تفننوا في قتلهم الذي أوجب قتلهم. ماذا فعل هؤلاء الجنود؟ ومع الانتشار الأمني والعسكري الكثيف في أحياء وشوارع المكلا يشعر أهالي المدينة بالارتياح للجهود التي تبذل من قبل السلطات لإحلال الأمن والاستقرار المنشود. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. بهذا وصلنا إلى ختام النشر، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المخلافي يقول إن السعودية أكدت استمرار عاصفة الحزم حتى تعود السلطة في اليمن إلى الشرعية. الميليشيا تقصف قرى المضاربة في لحج وتهاجم مواقع الجيش والمقاومة في الضالع وتعز. العيد في الحديدة، تراجع ملحوظ في توافد الزوار إلى الشواطئ جراء انتشار عناصر الميليشيا. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وكذا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.